البحث والتطوير والابتكار الموجه نحو السوق كان هو شعار الدورة الثالثة لصباحيات الصناعة، دورة هدفها تعزيز التعاون بين المتخصصين في مجال الابتكار والبحث العلمي وعالم المقاولة والمصنعين في سبيل خلق فرص تعاون مثمر. الشباب المنظمون لهذا الحدث يحددون مسارا جديدا للمقاولة بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار من أجل مغرب اليوم ومغرب الغد، كما أراده صاحب الجلالة على يد كفاءات شبابنا. Sa Majesté appelle de ses voeux notre jeunesse. هذه التظاهرة تريد أن تجعل من العمل بين الجامعات الباحثين والشركات والمصنعين مجال خصب للعمل جميعا من أجل تطوير أول سوق لنقل تكنولوجيا إلى مجال المصنعين والشركات. الدورة شهدت كذلك مشاركة خبراء في مجال الابتكار مغاربة وأجانب، أكدوا خلال مداخلتهم على دور الابتكار في التطور الصناعي وضرورة تعزيز مكانته داخل المنظومة الصناعية باعتباره قاطرة أساسية لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.